أعزائنا المشاهدين، أعزائنا المستمعين على شبكة وطن الإعلامية وتلفزيون وراديو وطن، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج شوفونا. شوفونا هو برنامج يأتي لرفع صوت النساء من أجل المشاركة فاعلة في الحياة السياسية، خاصة في مراكز صنع القرار وحوارات المصالحة. حلقة اليوم عن مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية. ضيوفنا لهذه الحلقة جميلة دراغمة، وهي عضو مجلس طلبة في جامعة النجاح الوطنية، ومن غزة أحمد القيق، منسق سابق للسكرتارية الأطر الطلابية في قطاع غزة، وبراء الفار، وهي عضو ومسؤولة إطار في سكرتارية الأطر الطلابية في غزة وضمن منصة شوفونا. أهلا وسهلا بكم معنا. خلينا نشوف مع بعض تقرير قبل ما نبدأ الحلقة. عام 2018 بلغ عدد الطلاب في الجامعات الفلسطينية نحو 221 ألف طالب وطالبة، بينهم 143 ألف طالبة، أي أن الإناث في جامعاتنا تشكل الغالبية وفقا للإحصائيات، ولكن هذه النسبة لم تنعكس على نسبة تمثيل الطالبات في مجالس الطلبة لجامعات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء تفيد أن نسبة الطالبات في المجالس تشكل 31% فقط مقابل 69% من الطلاب، وهو ما لا ينسجم بتاتا مع نسبة الطالبات مقارنة مع نسبة الطلاب على مقاعد الدراسة. ومنذ انطلاقتها قبل عشرات السنوات في الجامعات الفلسطينية، لعبت الحركة الطلابية دوراً مهماً في تاريخ الحركة الوطنية وفي التأثير على القرار السياسي، حيث إن النضال الطلابي كان يعكس حالة الشارع الفلسطيني، وكان تفاعل الحركة الطلابية مع القضايا السياسية مستمراً وفي ازدياد. المرأة ورغم مشاركتها بشكل كبير في الحالة النضالية الفلسطينية، خصوصاً في مرحلة الانتفاضة الأولى، إلا أنها لم تأخذ حقها بشكل كبير في التمثيل على مستوى المجالس الطلابية، فبالعودة إلى تاريخ الحركة الطلابية، نجد أن الطالبات رغم مشاركتهن بشكل كبير في العمل الطلابي، إلا أنهن لم يصلن إلى رئاسة المجالس إلا مرات قليلة نادرة خلال عشرات السنوات، بينها تولي الطالبة إلهام خوري رئاسة مجلس طلبة جامعة بيرزيت عام 78، حيث تولت المنصب بعد تعرض الكثير من رؤساء المجالس الذكور للاعتقال. أما حاليا فالجامعة الوحيدة التي تقود مجلس طلبتها فتاة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، أما الطلاب الذكور فيسيطرون على حصة الأسد من رئاسة مجالس الطلبة في نحو 35 جامعة وكلية في الضفة وغزة. جميلة، من جامعة النجاح دي أبدأ معك حوارنا اليوم. زي ما شفنا بالتقرير إنه نسبة الطلاب والطالبات في الجامعات الفلسطينية والتعليم العالي بشكل عام، يعني بين جامعات وبين جامعات تقنية وتعليم عالي، نسبة الإناث فيها أو عدد الإناث هو 128 ألف طالبة مقابل 82 ألف طالب ذكور. بوقت تمثيل الطالبات بالمجالس الطلابية لا تتجاوز 1 مقابل 15 مثل حالة جامعة النجاح. شو رأيك بالموضوع هذا من ناحية التمثيل، وبنفس الوقت شو الصعوبات اللي واجهتيها من خلال وجودك في مجلس الطلبة؟ أول شيء في أسباب وتحديات إنه بتمنع مشاركة أكثر من النص، يعني عندنا على جامعة النجاح تقريبا 58% نسبة إناث والباقي ذكور 52 تقريبا، بينما في جامعة القدس المفتوحة فتمثيل الإناث تقريبا 72%، فأنا لكن إنه عدد أكبر دائما بسبب تعدد الأسباب متنوعة مختلفة، بس فينا نحصر إنه سببين سياسية والمجتمعية. المجتمع اللي إحنا عايشين فيه غير منصف للإناث، وكأنه في عرف في تقاليد في مجتمع بيحكم وجود الإناث في العمل النقابي في وجودها في الساحة السياسية، وكأنه بيعتبروا الأنثى كأنها مواطن من الدرجة الثانية.
ولكن في تحديات بتقدر الواحد يتجاوزها، اللي هي التقاليد والعرف اللي احنا المبنيين عليها، انه ممنوع مشاركة وهيك شغلات. بس في تمثيل ايجابي ولو كان غير مرضي يعني، بس في عندنا نموذج جي الاخت شيراز رئيسة مجلس، عندنا في عضو انا يعني، وفي كمان انه اكبر سلطه للمجلس الاتحاد الطلبي في جامعه النجاح هو المؤتمر العام، يعتبر كبرلمان، هو كمان رئيسته الاخت نسرين شتاوي، هو اكبر سلطه موجوده للمجلس فاتخاذ القرارات وتعيين الاعضاء ورئيس المجلس. فهنا في تمثيل ايجابي ولو كان غير مرضي يعني جيدا، ولكن ايجابي نوعا ما. يعني هلا اللي عم نعرف اللي بنفهم فيه كمان او اللي بنعرفه انه مش عم بيصير انتخابات بكل الجامعات بالسنوات الاخيره، فبيصير كمان تعيين يعني يمكن كمان، وبتمنى نقدر نحكي مع الاخت شيراز عبر التليفون كمان شوي، اللي هي هي رئيس المجلس الوحيد الموجوده بالجامعات الفلسطينيه اللي كان تم تعيينها. بحاله تجربتك انت كعضو بمجلس الطلبه، انت واحد من اصل 15 نعم وتم انتخابك، نعم اللي يمكن بنلاحظ احنا انه باثناء الحملات الانتخابيه الاناث بتكون متواجده طبعا. يعني بتلاقيهم انه بيشتغلوا بالحملات اللي بينما عند الانتخاب اصوات النساء بتروح للشباب، ما بتروح للبنات اللي مرشحات حالهم. برايك هذا هو كمان امتداد لفكره المشكلة العرفية أو مشكلة التقاليد؟ نعم أكيد، هي أكبر جزء من التحديات الموجود هو العرف والتقاليد الموجودة بمجتمعنا، إنه المهمة صعبة، وجود المهمات الصعبة من وجودها بالساحة، ممكن البنت تفكر إنه لا البنت مش حتكون قادرة إنها تواجه هاي المهمة صح، فممكن تروح تنتخب ذكر يعني. بس إنه حاليا في تقريبا إنه مشينا بهذا الموضوع وصار البنات استلموا وأنجزوا، كتير صارت إنه في تمثيل ممتاز لوجود البنات في مجالس اتحاد الطلبة ورؤساء وأعضاء. خلينا نشوف إيش ضيوفنا بغزة بيقولوا لنا، نحكي مع أحمد القيق. أحمد مساء الخير. يسعد مساك لينا. أحمد، بالنسبة للطلاب والمجالس الطلابية بغزة، برأيك إنه في استحقاق طلابي من قبل الطالبات أو الطلاب لوجودهم بالمجالس الطلابية؟ وشو المفروض ينعمل برأيك من شان يكون الوضع هو الوضع الصائب بالمجالس الطلابية بغزة؟ إحنا تقريباً من عام 2006 لم يحصل انتخابات لأي مجلس من مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة. هذا الحدث ترافق مع الانقسام الفلسطيني، وللأسف بقي الحال على ما هو عليه حتى يومنا الحالي. مجالس الطلبة في جامعات غزة كافة هي معطلة وغير موجودة، ما عدا مجلس الطلبة في الجامعة الإسلامية يتم تعيين المجلس العام، لأن الأطر الطلابية لا تشارك في هذه الانتخابات نظرا لأنه في ظروف محددة وشروط مطلوبة والكل متوافق عليها. أما بخصوص تمثيل الإناث تحديدا، إحنا في جامعات قطاع غزة عندنا مجالس منفصلة للطالبات ارتباطا بأنه المباني والبيئة نفسها منفصلة. يعني مثلا جامعة الأزهر فيها مجلس طلاب ومجلس طالبة، آخر مرة صار في انتخابات في عام الجامعة الإسلامية كذلك في مجلس طلاب ومجلس طالبات، جامعة الأقصى كذلك. يمكن يكون المجلس المشترك أو المختلط هو مجلس جامعة القدس المفتوحة. عندنا في قطاع غزة في 5 مجالس أو 5 جامعات فروع للقدس المفتوحة، لكن للأسف هذه المجالس هي معطلة منذ سنوات سابقة، تقريبا من عام 2005 تقريبا لم يحصل فيها أي انتخابات، وحتى فيها كان تمثيل الطالبات يتراوح من 2 إلى 3 من أصل 11. طبعا هذا يعود إلى طريقة الانتخابات والآلية المعمول فيها. هذا تقريبا يعني لمحة سريعة فيما يتعلق بجامعات قطاع غزة. شكرا أحمد. ويمكن بما أنه لساتنا بغزة نحكي مع براء. براء، حضرتك من كمان جامعة القدس المفتوحة
بعد ما سمعنا أحمد عن موضوع سكرتاريا الأطر الطلابية، وإنت العضو الوحيدة في السكرتاريا وإنت كمان مسؤولة لإطار، قولي لنا بالضبط هلأ سؤالنا هو ليه في بس عضو واحد، وشو رأيك إذا بموضوع التمثيل، إذا هو تمثيل شكلي ولا تمثيل فعلي، وشو الصعوبات اللي واجهتيها كامرأة في السكرتاريا سواء في السكرتاريا نفسها أو ضمن إطار الجامعة ككل، وإذا كمان بتقولي لنا شو رأيك بموضوع أو بالموضوع نفسه بموضوع الانقسام، وشو المطلوب من أجل تمثيل متساوي للطالبات في مجالس الطلبة في غزة. السكرتارية الأطر الطلابية أولاً هي بتضم 13 فصيل، هاي 13 فصيل أنا منسقة عن فصيلي اللي هو جبهة التحرير العربية، الإطار الطلابي له اتحاد لجان كفاح الطلبة، وأنا مسؤولة الإطار، وبنفس الوقت أنا أول منسقة في السكرتارية الأطر الطلابية امرأة. شو رأيي إنه أنا العضوة الوحيدة؟ العضوة الوحيدة يمكن أنا فرضت شخصيتي وكثير من الأفكار اللي أنا تربيت عليها بفرضها في سكرتارية الأطر الطلابية، وقادرة أنا يعني قادرة على إني أوصل فكرة من خلالي كأنا كمنسقة. فأعتقد إنه أنا ممكن يكون مش لحالي في سكرتارية الأطر الطلابية. بعد ما تواجدت في سكرتارية الأطر الطلابية حاول أكثر من إطار إنه يحط طالبة أو منسقة، لكن ما جاوبوا أو ما قدروا يكملوا بنفس الأسلوب. يمكن أنا طبيعتي أو شخصيتي، وممكن أنا الظروف اللي حواليه سمحت لي إنه أنا أنتزع حق إلي إنه أشارك في سكرتارية الأطر الطلابية وأني أكون أول مسؤولة إطار. أنا اعتبرت هذا حق إلي، وهو حق ينتزع ولا يأخذ بشكل سهل، وإن شاء الله أنا متوقعة أنه يكون في أخرى امرأة أخرى في سكرتارية الأطر الطلابية. برأيك براء، حكيتي هلا إنه في مثلا إناث ممكن أو طالبات بتجرب تبدأ أو تدخل بالمنافسة ممكن بعدين تنسحب، إذا أنا فهمت هيك صح؟ برأيك بصير ضغوطات مثلا إنه البنت تضطر تنسحب، بتخاف، شو اللي بصير بالضبط، أو بياخد منها وقت أكتر من الوقت اللي بتفكر إنه كان راح يأخذ منها هذا العمل المجلس الطلبي، يعني بشكل عام إنه هذا بياخذ وقت أو بياخذ مجهود، بياخذ كتير أشياء أكتر من فكرة إنك أنت بس بتاخذي محاضرات بجامعة. شوفي، بدي أرجع لنفس اللي حكته الزميلة جميلة، إنه في ضغوطات اجتماعية وسياسية. الأولى الاجتماعية وطبيعة المجتمع الذكوري اللي إحنا عايشينه، والهاجز الخوف كمان موجود عند الطالبات. يعني خلينا نكون واضحين، حتى أنا في بدايتي كنت خايفة أخذ هاي التجربة، كان عندي أمل إنه أنا أظل متواجدة، لكن بعض الناس اللي وقفت جنبي خلتني أكمل بهذا الشيء. ضغوطات سياسية إنه ممكن يكون لها دور، الانقسام الفلسطيني له دور رئيسي، لأنه ما في بنات جربت قبل ذلك إنها تكون في سكرتارية الأطر الطلابية أو إطار في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. اليوم إحنا عندنا إشكالية في الانقسام السياسي، الحالة الاقتصادية، الهاجز النفسي عند النساء نفسهم أو المرأة نفسها أو طالبات نفسهم إنه تشارك في مثل هاي الأمور. ما بعرف، يمكن تكون شرارة، بس أنا باعتقادي إنه حيكون إن شاء الله في سكرتارية الأطر الطلابية غير بنات، بما إنه بدأنا نشارك منسقين للأطر تبعونا في الجامعات، غير إنه في حالات موجودة في الضفة الغربية رؤساء مجالس طلبة، وهذا بادر خير إن شاء الله. وشكرا براء، ويمكن نرجع لجميلة بموضوع الصعوبات اللي حكت عنها كمان أو اللي أكدت عليها براء، إنه عند إدارة أي حملة انتخابية فيها في موارد مختلفة بتكون وراء هذه الإدارة.
قد ايه هذا له دور او تاثير على وجود اكثر عدد من الطالبات في الحملات الانتخابيه؟ طبعا له دور كبير، ومش دور يعني جزء او انه ممكن يكون عابر، لانه دور الحمله الانتخابيه بانه كيف تستقطب، كيف تعبئ وتنظم. فمن البنت لما تكون متواجده بالجامعه تيجي تحكي معها خلال حمله اعلانيه او حمله انتخابيه لبنات، من بنت لبنت تفهم الصوره اكبر، ممكن تكون راحه بطرح السؤال او توصل الفكره اسهل من لما يكون في يعني زي احراج من شاب لبنت. فدور كبير لازم تواجد في الحملات الانتخابيه اناث لتساعد توصيل الفكره للاناث، خاصه انه نسبه كبيره منا بنات يعني بالجامعه، وصعب يعني شاب يحكي مع بنت. لا، بنت لبنت بتكون اوضح، وطريقه طرح السؤال بتكون براحه اكثر. فلازم ونسبه كبيره لازم التواجد دائما. يمكن كمان هي بخلينا نفكر في فكرة استخدام أوقات كتير وجود الطالبات للدعايات الانتخابية بمحلات تعني فصيل ضد فصيل أو جهة ضد أخرى إلى آخره، وشفناها كتير كمان بانتخابات سابقة. يمكن صار وقت أنه نشوف مع بعض المقابلات أجريت بالشارع بموضوع الآراء المختلفة على موضوع وجود الطالبات في مجالس الطلبة. خلينا نشوف مع بعض. التشكيل أو التمثيل الطالبات في المجلس ما في عدد كافي من الطالبات، السبب إنه بكون خجل أو تقليد عادات وتقاليد. هاي الأسباب بتأدي إنه انعدام وجود الطالبات في المجلس. هذا التمثيل بكون شكلي أحياناً لأنه ما في إلها دور فعال، مجرد إنه بكون كتمثال بحطوها لكن إنه ما في إلها دور فعال. مشاركة الإناث في المجالس الطلابية هذا لا يعتبر كافي، لأنه لا يوجد إناث مشاركات في مجالس الطلبة. العادات والتقاليد هي اللي بتكبت حرية المرأة، فعدم مشاركتها في المجالس الطلابية يعود إلى العادات والتقاليد. لا حقيقي، هم يعني بتبقوا على الواقع دائما، يعني كتير يعني بنشوف لهم مشاركات، بنشوف لهم فعاليات كتير بالجامعة، يعني بيعملوا بيساعدوا البنات، بينزلوا أي إشي للبنات يعني ممكن يلجأ لهم في حالة الحاجة. هو فعليا أنا لحد الآن ما شفت إيش حقيقي، كله شكل كله مسميات، لكن فعليا لما نيجي أرض الواقع يعني ما شاء الله أنا 6 سنين في الجامعة بندرس حاليا ماستر، ما لقيناش نهائيا أي فتنة مثلا في المجالس الطلابية، حتى في اجتماعات المجالس الطلابية. المطلوب من المجالس الطلابية أنها تجيب فعليا فئة فتيات أكثر. عامة يعني إحنا بنعيش يعني في عصرنا الحديث وفي القرن 21، كان قبل هيك وجود الفتيات بشكل قليل، حاليا أصبح وجود الفتيات أكثر من الطلاب. لا، صار حقيقي، يعني صرنا نشوف انه فعلا الفتيات بيشتغلوا على قدم وساق وبيشتغلوا بشكل جدا قوي، وانا اؤمن بقوه المراه في هاي الامور. شكلي لانه هلا عدد الذكور اكثر من عدد الاناث، فهذا بياثر عليه. هلا المراه اذا كانت شخصيتها اقوى وانها بتظهر بشكل ثاني راح يكون لها انجازات اكثر ورح تحقق أشياء إنه زي الذكور أكثر. دور المرأة في المجالس الطلابية أو الفتيات في المجالس الطلابية أظن يعني إنه عنا ما أظن كافي، أو بشكل مش حقيقي يعني، إلا في بعض الجامعات طبعاً، وهم يعني نظرتهم مش عارف للمرأة، بنظروا لها بشكل يعني إنها مش راح تقدر تتكلم. يعني على سبيل المثال طلبوا مني أنا طلب إن أكون في المجلس، بس أنا رفضت لأني أنا ما راح أكون قد المسؤولية. ما راح اكون يعني امثل صوت البنات بشكل كافي، او انه بالاضافه انه انا مش تبعت هاي الامور، يعني انه يكون في وعي يشجعوها المجتمع، تشجيع الاهل اللي يدعموها، تشكيل الاحزاب يدعموها، الحركه الطلابيه بدها تشتغل حالها وبدها تثبت نفسها، هذا اول واخر. فلانه مجتمع شرقي في الاول وفي الاخر، قد ما بدها تبين مش حتبين قد الشاب، فلازم تثبت جدارتها وتبين حالها. أهلا وسهلا فيكم معنا كمان مرة. معنا شراز البرزور رئيسة مجلس طلبة جامعة الخضوري من طول كرم على الهاتف. شراز أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يسعد مساكم يا رب. شراز، احكي لنا عن تجربتك كرئيس مجلس طلبة الوحيد الموجود بفلسطين حاليا. شو التحديات اللي واجهتيها وانت رئيسة مجلس طلبة،
وكيف صار تعيينك رئيسة مجلس طلبة؟ بداية تجربة رئاسة مجلس الطلبة لأي شخص سواء كان طالب أو طالبة هو موضوع يعني بحط الفرد تحت يعني عاتق مسؤولية كتير عالية وكتير كبيرة. التحديات اللي واجهتها مثل ما سمعت برضو بالمقابلات يعني أتفق تماما معهم إنه المجتمع العادات والتقاليد تقبل أفراد المجتمع إنه تكون صبية أو طالبة رئيس لمجلس اتحاد الطلبة أو حتى عضو في مجلس اتحاد الطلبة. طبعا مع الوقت يعني بداية كان في كتير يعني نظرة إنه هل بتقدر إيش في تخوف بالجامعة في المجتمع اللي موجودة فيه يعني واضحة كانت وكبيرة. بس خلال شهرين من استلام رئيس مجلس أنا كشيراز تقريبا تغيرت الأوضاع في جامعة فلسطين التقنية خضوري. الطلاب صاروا أكثر إقبال على المجلس يسألوا ويطلبوا مساعدة. الطالبات وفدهم يعني وفود الطالبات اللي جاي على مجلس اتحاد الطلبة صارت أكثر، صاروا يسترجوا أكثر يدخلوا جوا على اعتبار إنه في وحدة منهم بتكون جالسة وبتقدر تسمعهم وتوصل صوتهم لإدارة الجامعة. طبعا بشكر جدا أعضاء المجلس معي لأنهم ساعدوني وثبتنا الجينة بالأرض كمجلس طلبي قوي في الجامعة أنا وياهم. مش كتير فرق عليهم إني صبية أو شاب لأنه كنا متفاهمين على مجموعة بنود من بينها إنه مشكلة الطالب هي مشكلة سواء اللي بده يحلها كان شاب أو صبية. فهون بلش الحل. هلأ بالنسبة لموضوع كيف استلمت رئيس مجلس، فعنا إحنا نسبة تمثيل الفتيات أو نسبة الفتيات بالجامعة أكثر من 60%. فصار دور أو أجا وقت إنه نجرب كجامعة تكون القيادة الطلابية بإيد حدا من الأخوات اللي هم موجودين بالجامعة وبمثلوا أكبر نسبة تقريبا. فصار الموضوع بناء على كفاءة، تم تعييني شيراز زور كرئيس مجلس بناء على كفاءة والوجود بالساحة كيف أتعامل مع الطلاب والطالبات، فتم اختياري كرئيس مجلس. يعني هو الحقيقة يعطيك العافية شيراز، وإحنا محتاجين يمكن نشوف أكتر رؤساء مجالس من الشابات، وزي ما حضرتك تفضلتي هلأ يمكن هي وجود الأنثى في هذا المحل خلى الطالبات الأخريات تطالب أو تتواجد أكتر في محل المطالبات، شو اللي مطلوب من الجامعات اللي هي موجودة فيها. وشكرا كتير شيراز لوجودك معنا وعلى المكالمة. بدي يمكن أسألك جميلة، بما أنه نحن لسه بنفس نفس المكان من الحديث على موضوع وجود يعني اللي كان سهل أنه أمسكه من كلام شيراز، أنه وجودها كطالبة دفع نحو وجود أو تواجد طالبات أكثر بالمشاركة يمكن بالهموم بالمشاكل بالمطالبات. برأيك هذا أدب ممكن أنت كمان تستسقي منه دورك أنت كأحد أعضاء مجلس الطلبة في جامعة النجاح؟ إنه أكيد يعني دور كبير إنه لما البنت تكون متواجدة بمكان حتكون نسبة البنات اللي بيلتجئوا لهذا المكان هو أكبر، إنه بتاخد راحتها في وجودها بهذا المكان. فلما وصلت بنت لو إحنا ضلينا طول عمرنا إنه فيش عضو مجلس أكيد حتكون مش موجود سقف أحلام للبنت اللي بالجامعة تشارك بالعمل النقابي لأنه بعدين دورها مهمش. فلما البنت يشوفوا بنات بالجامعة إنه في بنات وهي وصلوا لأعضاء مجلس ولقدام رئيسة مجلس زي الأخت شيراز حتكون في وعي عند البنات إنه لا أنا يبدي أشارك، هاي بنات وصلوا قدروا ينجزوا بهاي المهمة
اكيد حتكون يعني انه زي يعني زي تمثيل منيح انه البنات يصيروا يفكروا انه المهمه مش صعبه، انه هاي بنت وصلت هاي جميله عضو، لا احنا نشتغل بكادر ونترفع نترفع تا نوصل عضو مجلس واعلى ورئيس مجلس ورئيس مؤتمر عام لتتواجد بهذا العمل النقابي، لانه كثير بكسبها خبره وبكسبها قوه. انه الطالب البنت او الشاب لما بتعامل مع 23 ألف طالب في جامعه النجاح بيعطيه فكره بيعطيه قوه قادره انه يتعامل مع ناس بشجع علاقاته العامه بين المجتمع، فانه كثير تجربه كثير حلوه وبتعطي يعني زي الحد للشخص نفسه قوه. هي اكيد تعطي قوه وثقه اكثر وبتخلي الواحد يكون عنده امل انه الاشياء تتحسن للمجتمع ككل، ما بضل مكانه يعني. يمكن بخليني هذا اروح عند احمد بغزه واسالك احمد. احمد انت عضو في منصه شوفونا المكونه من 254 عضو في غزه والضفه مع بعض، مجموعة الأطر الطلابية، وأكيد أنت عارف أن التمثيل في غزة والضفة لا يرتقي لنسبة تمثيل عدد الطالبات زي ما إحنا بدنا. في كثير من الجامعات مع الأسف ما في انتخابات، وجامعات غزة زي ما كمان قبل شوي سمعنا وحكينا أنه ما فيها انتخابات، وجامعة الضفة مش كلها فيها الانتخابات، واللي بيصير أنه المعظم بيصير بالتعيين. برأيك مين المسؤول عن هذا الوضع اللي موجود؟ هو شوف الموضوع كتير مركب على بعضه، لكن احنا يعني لو معنا وقت ممكن نفكفكه لبند بند ويعني نوصل الرسالة صح ونحدد المشكلة اللي فيها المشكلة. بداية هو الآن الأمور كتير مترابطة، ممكن يكون الوضع السياسي العام والانقسام الفلسطيني هو أثر على غياب الانتخابات. احنا في غزة مش عندنا انتخابات خالص، لا في نقابات ولا في جامعات ولا حتى يعني بعض الجمعيات ما فيها انتخابات بسبب الوضع العام، لكن للأسف هذا الانقسام صار يستخدم كفزاعة لتعطيل الانتخابات. ما بدنا نعمل انتخابات عشان في انقسام، ما بدنا نعمل هيك شيء لأنه في انقسام، وهذا الانقسام صار له 10 سنوات وأكثر، بل إنه صار يعني شيء تأقلمنا عليه للأسف الشديد. لذلك احنا الانقسام مش راح نحمله المسؤوليه الكامله عن تعطيل الانتخابات، لانه احنا في نفس الوقت في عندنا انقسام في الضفه الغربيه، ومع ذلك جزء كبير من جامعات الضفه الغربيه ملتزمه بالقانون وبتعمل انتخابات بصفه دوريه. الان ننتقل للمكون الثاني اللي هو الاطر الطلابيه. احنا كاطر طلابيه ومنذ بدايه الانقسام احنا سكرتاريه الاطر الطلابيه تاسست تقريبا في عام 2010 من مجموعة من الأطر الطلابية الفاعلة في الميدان، كان الهدف منها حماية المؤسسات التعليمية خاصة الجامعات وتحييدها عن أتون الصراع والانقسام الداخلي، وهذه كانت يعني أعطت إشارة وكانت بالنسبة لنا شرف إحنا كأطر طلابية إن إحنا توحدنا في الميدان. سكرتارية الأطر الطلابية من اللجان المعدودة اللي بيكون فيها تمثيل القوى السياسية كامل، حتى فتح وحماس موجودين على نفس الطاولة. هاي اللجنة يعني خاضت في موضوع الانتخابات نقاشات طويلة ووقعت على اتفاقيات كثيرة ومواثيق كثيرة، تقريبا يعني الكل متفق على إجراء انتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل في جامعات قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، لكن اصطدمنا في أكثر من مطب إن التعبير. هناك بعض الأطر الطلابية تضع شروط خاصة، إحنا مع تقديرنا لهذه الشروط، إحنا بالنسبة لنا ننظر إلها أن هذه بالأساس حق يجب أن يكون يكفله القانون وليس شرط نشترط لإجراء الانتخابات، ومن أهمها موضوع الملاحقة الأمنية. إحنا يمكن بننظر للملاحقة أنه هي مش راح تكون سبب أساس لتعطيل الانتخابات، وما بنقبل أنه نعطل مستقبل عشرات ألاف الطلبة ونحرمهم من حياتهم النقابية بسبب أنه في ملاحقة أمنية. إحنا عندنا إذا في عندنا في غزة ملاحقة أمنية من الأجهزة الأمنية، عندنا في الضفة في ملاحقة من الأجهزة الأمنية وملاحقة من الاحتلال، ومع ذلك لازالت الجامعات أو بعض الجامعات تخوض هذه الانتخابات. يمكن لذلك احنا كساحه طلابيه موحده بنضرب مثال انه احنا كحركه طلابيه موحدين وتجاوزنا عقبه الانقسام منذ فتره طويله، يمكن هذه ميزه ميزتنا عن مرجعياتنا السياسيه
انه احنا تقريبا تجاوزنا موضوع الانقسام. هذا كله بيودينا للمكون الاخير واللي احنا بننظر انه هو السبب الرئيسي في تعطيل الانتخابات، الا هو ادارات الجامعات. للاسف الشديد ادارات الجامعات في قطاع غزه هي من تماطل وتعطل اجراء الانتخابات بحجج واهيه، هي تعطل وتخرق قانونها الداخلي الذي ينص على اجراء الانتخابات مع بدايه الفصل الدراسي الثاني، هي تعطل نظامها قد يمكن يكون لأنها ترتهن أحمد بقرارات خارجية. أحمد هو بدون شك كلامك مهم، ويمكن إذا 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 كملنا توسع بوين ممكن تكون أسباب المشاكل راح نروح لأبعد من هيك. وصلنا أنه إدارات الجامعات هي اللي بتعطل إجراء الانتخابات، وإحنا بهي يعني من خلال قناتكم بنوجه لهم دعوة ورسالة إنه ضروري جدا عقد الانتخابات لها لأهميتها، وإحنا كأطر طلابي جاهزين ندخل في هاي الانتخابات. لكن للأسف إدارة الجامعات لأن لها استفادات من هذا التعطيل غير معنية في الوقت الحالي بإجراء الانتخابات. هلأ إدارات الجامعات أكيد عليها مسؤولية. يمكن براء لو تقولي لنا كمان، يعني هلا كمان احنا متفقين انه في الواقع الفلسطيني اللي الموجود اللي هو كمان بغزة، يعني واقع الانقسام كمان اكد على اثر على الموضوع، واكيد اثر على تمثيل المرأة مش بس بداخل المجالس الطلابية في غزة، لانه فعليا بنقدر نقول انه انها مش موجودة بكتير محلات، وعلى الاقل يعني بداخل السكرتارية في يعني بنقدر نقول انه في دور محدود او تواجد محدود. قولي لنا اكثر عن 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 شو اللي ممكن ينعمل من شان تحسين او تصويب الوضع براء. شوفي، ما بنقدر نتجاوز الانقسام ونقول انه هاي فكره موجوده. وجود الانقسام خلى ضيع فرصة النساء في المشاركة في مجالس الطلبة والحياة الطلابية بشكل عام، وأدى إلى عزوف هاي الطالبات عن إنها تشارك، لأنها شايفة إنه المستقبل ما في مجال إنها تشارك في المجالس الطلابية. وشو الحلول؟ الحلول الضغط بشكل كامل، مسائل الأخرى الطلابية نفسهم بوضع فتيات في مجالس الطلبة أو في الجامعات الموجودة في قطاع غزة. خلينا نقول إنه تعزيز النساء بشكل رئيسي هو اللي بيخلينا نوصل لوجود فتيات في هاي المراكز. برأيي أنا السبب الرئيسي الثاني اللي خلى البنات خلاهم يعزفوا عن المشاركة بالأطر الطلابية هي الوضع الاقتصادي السيء الموجود في قطاع غزة، واللي له أسباب سياسية وأخرى إحنا الكل بعرفها، خلى النساء عدم مشاركتها بالأطر الطلابية أو عدم وجود ثقة في هاي الأطر أو عدم مقدرتها على إنها تكمل في هاي الأطر، لأنه شايف أنه بالأول وبالآخر مش حوصل للي أنا بديها. أنا شايفة أنه السبب الرئيسي أو الشغلة الوحيدة اللي ممكن نخلي الفتيات يشاركوا تعزيزهم بشكل أو بآخر من خلال دورات، من خلال ممكن يكون بشكل مبدئي تكليفهم بمهمات في الأطر الطلابية تساعدهم أنهم يكتسبوا هاي المهارة أو يكتسبوا هاي الكفاءة تساعدهم أنهم يوصلوا لمراكز صنع القرار في الأطر الطلابية. يمكن هذه الملاحظة بتخليني أسألك جميلة، إذا الموضوع موضوع تعزيز فقط، تعزيز قدرات الطالبات بأنهم يتشجعوا أكثر ويكون عندهم قدرات إنهم يشاركوا بالمجالس أو يتجرأوا أو يكون عندهم ثقة إنهم يشاركوا، ولا يمكن في داعي لوجود كوتة بالانتخابات بمجالس الطلبة اللي بتفرض وجود حد أو عدد معين من الطالبات؟ طبعا وجود الكوتة إشي داعم دائما، لا يعني دائما إحنا لو وجود 2% 4% بتحكم عليها التمثيل النسبي للبنات، لكن إحنا دائما منطالب بالنصف لأنه إحنا نصف المجتمع وعدد أكبر كمان من نصف الجامعات. هسا وجود كوتة
وجودها ضروري وإحنا متواجد عندنا كوتة. يعني إحنا عندنا جسم بالجامعة دائما لهم تمثيل في الأعضاء المجلس في المؤتمر العام، حتى بأي مكان بدور الأنشطة بتوزيع المهام دائما لنا وجود، وهذا الإشي كتير بساعدنا على أساس إنه دائما نطالب إنه إحنا تمام ماشيين بالمهام صح وإحنا متواجدين وإلنا تمثيل. إحنا دائما منطالب بحقيتنا إحنا كجسم كوتة داخل الجامعات. شو الرسالة اللي بتحبي تحكيها باسمك وباسم الجسم اللي أنت بتمثليه اليوم لبقية الطالبات؟ أنا دائما بوجود كمنصب بشجع دائما البنات إنه دائما يمشوا بالعمل النقابي أو بالعمل السياسي، لأنه بيعطي فكرة كتير حلوة وبشجع وبشكل الشخصية صح. أي بنت حابة تتواجد أو شايفة حالها أو إنه هي بتقدر تكون بمنصب تتشجع دائما، تنسى المخاوف المجتمع إنه أنا وجودي بين شباب وجودي بإدارة الجامعة أصلا بتصير مهام لقدام سهلة. بس هي دائما أنا بشجع البنات يتواجدوا معنا يكونوا معنا. الكل صار يتخرج بشهادة الجامعة، بطل إنه الجزء الكبير إنه إنجاز شهادة الجامعة، بس إنه تخرجي بعلاقات كبيرة وتخرجي بمعارف وبعمل نقابي سياسي واجتماعي وحتى ديمقراطي، تعيش الحياة الديمقراطية بالجامعة. إشي كتير عظيم إنه أنت تخرج بشهادة وبمجموعة أشياء متنوعة خارجة معها بشخصيتك، مش إشي مادي ولا إشي ورق، هو إشي أنت بداخلك. يعني هو أكيد الحقيقة. يمكن بختام الحلقة كلامك جميلة وبالضبط كمان زي كلام براء. هون مش عم بحاول إني أقيم كلام أحمد، يمكن بس أحمد حكى لنا بصعوبات كمان بطريقة فيها مباشرة وحقيقية. لكن بدون شك اليوم سماع أصوات طالبات بصفاتكم كعضوات بالمجالس الطلبة أو بالأطر الطلابية أو بالرئاسة بيقول بدون شك إن وجود الطالبات هو محفز أكبر لباقي الطلبة وللحياة الجامعية، اللي بالتالي كمان زي ما حضرتك تفضلتي هلأ إنه الموضوع مش موضوع جامعة وموضوع دراسة، موضوع بناء مجتمع إحنا محتاجينه يصير أحسن. فبتمنى إنه بالفعل التواجد الطالبات يكون بهمتكم له تأثير أكبر وأصوات أكتر موجودة بمجالس الطلبة بجامعاتنا. ضيوفنا لهذه الحلقة شكراً كثير اليوم على وجودكم معنا. مشاهدينا شكراً وشوفونا الأسبوع القادم.